من أهم المميزات في نظام الـ iOS 10.2 هو خاصية تذكر المود للكاميرا، فلو دخلت على الإعدادات وبعدين دخلت على Photos and Camera ونزلت تحت واخترت Preserve Settings وفعلت هذا الخيار، فالكاميرا الآن راح تتذكر آخر مود أنت استخدمته سواء كان فيديو أو صورة أو تصوير بطيء على سبيل المثال. وبإمكانك أيضا تذكر آخر فلتر أنت استخدمته للصور أو تذكر إعدادات الصور الحية. فعلى سبيل التجربة لو فتحت الكاميرا الآن وحولت المود إلى slow motion أو التصوير البطيء، فالآن حتى لو قفلت تطبيق الكاميرا ورجعت فتحت مرة ثانية فراح يرجع إلى وضعية التصوير البطيء مثل ما احنا شايفين الآن. أتمنى الفيديو أعجبكم، يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم.